قم بعملة القسمة واكتب الناتج على صورة عدد مختلط في أبسط صورة. لدينا هنا 2.25 تقسيم 1.3 على 4، وبما أن كلاهما عددين مختلطين فيجب أن نحولهما إلى كسور غير صحيحة. لنبدأ مع 2.25، والمقام بالطبع سيبقى 4، لكن نتذكر أن 2 هي نفسها 8 على 4، إذا لدينا 8 على 4 ونملك أيضا ربع، فيكون الناتج 9 على 4. أو بطريقة أخرى كما تعلمنا 4 ضرب 2 يساوي 8 زائد 1 يساوي 9، إذن الآن لدينا 1.3 على 4، سيكون المقام أيضا 4، والآن البسط هو 4 ضرب 1 4 زائد 3 يساوي 7. قمنا بنفس العملية، إذن نقول أن 2.25 هي نفسها 9 على 4، و1.3 على 4 هي نفسها 7 على 4، إذن هنا لدينا 9 على 4 تقسيم 7 على 4. وكما شاهدتم في دروس سابقة أن تقسيم أو قسمة الكسور هي نفسها ضرب بمقلوب الكسر، إذن لدينا 9 على 4 وبدل القسمة ضرب مقلوب الكسر وهو 4 على 7. إذا نأخذ مقلوب الكسر هنا بعد أن حولنا القسمة إلى ضرب، نبدل فيصبح المقام البسط والبسط المقام، إذا لدينا 4 على 7. الآن يمكننا إجراء عملية الضرب، لدينا 9 ضرب 4 يساوي 36، ونضع 4 ضرب 7 يساوي 28. إذا لدينا في البسط هنا 4 والمقام 4 هنا. يمكن قبل أن نقوم بعملية الضرب أن باختصار أن نقسم كلاهما على العدد 4، فيصبح هنا الأربعة 1 والأربعة هنا 1، إذا يبقى لدينا 9 على 1، إذا 9 ضرب 1 يساوي 9 و1 ضرب 7 يساوي 7، إذا نحصل على الجواب وعلى صورة كسر غير صحيح، والمطلوب هنا أن نكتب الناتج على صورة عدد مختلط. إذا ما علينا أن نقوم به هو أن نجري طريقة القسمة الطويلة. ناتج قسمة 9 على 7 ما هو؟ حسنا، يساوي 1 صحيح، لكن نأخذ الباقي أو الفرق ما بين 7 و 9 وهو 2 صحيح. إذا نقول أن الباقي من 9 و 7 هو 2، ويبقى المقام كما هو 7، إذا 1 و 2 على 7. لقد قمنا بحل المسألة.